طيب هنتكلم على سيكتور جديد وهو سيكتور المنيوز. ايه المنيوز الموجودة عندنا في الاندرويد؟ في عندنا 3 انواع من المنيوز، في عندنا الاوبشنز منيو، في عندنا الكونتكست منيو، وفي عندنا الاكشن بار. طيب ايه الاوبشنز منيو؟ معظم، هنقول معظم بقى مش كل، معظم السمارت فونز اللي عليها اندرويد بيبقى فيها هارد كي كده، اللي هو مرسوم عليه 3 4 شرط تحت بعض كده، ده اللي احنا بنسميه الاوبشنز منيو. يعني لو رحنا كده لو رحنا للايميليتر بتاعنا، لو رحنا للايميليتر هنلاقي بوتون شبه ده كده، اللي هو فيه 4 شرط فوق بعض، ده كده بنسميه الاوبشن منيو. طيب لو احنا رجعنا تاني كده، في عندنا ايه كمان؟ في عندنا الكونتكست منيو. الكونتكست منيو، اوكي. طيب الكونتكست منيو دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن لما تيجي تعمل لونج بريس على اي مكان في الاكتيفيتي بتاعك، على باتون معين، على ايديت تكست معين، على الاكتيفيتي نفسها، ساعات بيطلع لك كده منيو، ساعات بيطلع لك منيو زي كده، ما تكون في الكونتكست مثلا وتعمل لونج بريس على كونتاكت موجود عند حضرتك، بيطلع لك حاجه اسمها كونتكست منيو. طيب دي برضه هنشوف هنعملها ازاي. بعد كده في عندنا الاكشن بار. الاكشن بار هو التطور الطبيعي للاوبشنز منيو. بمعنى ايه؟ في هاردوير عليه البوتون اللي انا قلت لك من شويه ده، وفي هاردويرز تانية ما عليهاش زي تابلتس. معظم التابلتس ما عليهاش، معظم التليفونات الجديده ما عليهاش برضه الهارد كي ده بتاع الاوبشنز منيو. فبنلاقي ايه بقى عندنا؟ بنلاقي عندنا مش شبيهه بقى، بنلاقي عندنا كده زي باتون صغير كده في الجنب فوق، ده يحل محل الاوبشنز منيو اللي هو عليه 3 نقط فوق بعض، اللي هو برضو تاني لو رجعنا للايميليتر بتاعنا هتلاقي حاجه شبه كده. دول ده كده بنسميها دي كده بنسميها الاوبشن منيو، تمام كده، اللي هي دي سوري الاكشن بار. الاكشن بار، طيب انا سايب الاكشن بار ده لوحده عشان نتكلم عليه خصيصا كده، هنقعد نشتغل عليه شويه كده في سيشن لوحدها، لكن السيشن دي هنتعرف على الاوبشنز منيو والكونتكست منيو. طيب تعالى كده نروح ل الاندرويد ستوديو، تعالى نعمل نيو بروجكت ونتعرف بقى على الموضوع. تعالى نسمي الموضوع منيوز ونشوف زي ما قلنا الاب الاوبشن والكونتكست. نكست، اوكي نكست. تعالى نختار برضو بلانك اكتيفيتي، اوكي. طب كان البلانك اكتيفيتي هتلاقي باي ديفولت كده في الزيم دوت، هتلاقي فيه الاكشن بار اللي هو فوق ده، مش كده؟ لما كنا بنخش تلاقيه بيكستنس اكشن بار اكتيفيتي، وانا قلت لك هنسيبها شويه لحد ما نتكلم عليها، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله السيشن اللي جايه. تبقى سيشن مخصصه لموضوع الاكشن بار. طيب نكست، اوكي. ده كده الاكتيفيتي بتاعنا. المنيو ريسورس نيم ده في المنيو اندرسكور مين، ده الاكس ام ال فايل اللي هنتكلم عليه دلوقتي. طب تعالى نشوف كده فينش، تعالى نفنش كده ونشوف البروجكت الجديد. اوكي. طيب لو رحنا كده في البروجكت بتاعنا ودخلنا جوه المين اكتيفيتي، هتلاقي ان الكلاس بي اكستنس اكشن بار اكتيفيتي زي ما قلنا، ده الديفولت بتاع التيم اللي احنا اخترناه. برضو هرجع تاني واخليه اكتيفيتي بس، هخليه اكتيفيتي بس. نيجي هنا ندوس كنترول سبيس ونختار الاكتيفيتي. طيب كان في حاجات بنمسحها، النهارده مش هنمسحها بقى، يعني لاول مره كده مش هنمسح الجزء اللي تحت دوت، لان هو ده الخاص بموضوع المنيو. طيب باي ديفولت كده هتلاقي الراجل هنا عامل لك منيو جاهزه. ازاي بقى؟ انت في عندك تو ميثودز، خلينا الاول ناخدهم ميثود باي ميثود. في عندي ميثود معمول لها اوفر رايد اسمها اون كرييت اوبشنز منيو. الميثود دي جايه منين؟ جايه من الكلاس، من البيس كلاس بتاعنا اللي هو اكتيفيتي اللي انا باكستنس منه. في عنده ميثود اسمها اون كرييت اوبشنز منيو. طيب الميثود دي بتاخد انبوت بارامتر نوع منيو، ماشي، دي ما فيش مشكله. طيب جوه الميثود دي هو عامل ايه بقى؟ جيت منيو انفليتور. الله، انفليتور دي سمعنا عنه، انفليت سمعنا عنه التو سيشنز اللي فاتوا. ده احنا كده عايزين انفليت لفيو معين، صح كده؟ اه، احنا كده هننفليت لمنيو. الميثود دي كده اللي هي بتعمل كرييشن للاوبشنز منيو، يعني لما تروح تدوس على الهارد كي اللي انا قلت لك عليه من شويه ده، هيطلع لك المنيو دي اللي جوه الميثود دي، اللي هو هنا عامل لها انفليت. انفليت فين بقى المنيو دي؟ ار دوت منيو دوت منيو اندرسكور مين. شايف الاكس ام ال فايل دوت؟ لو رحنا له هنا هنشوف كده جوه ريسورسز هتلاقي فيه منيو، اه ادي منيو اندرسكور مين. طب تعال نبص عليه بصه بسيطه كده. الموضوع عباره عن ايه؟ منيو تاج، اوكي، وبعدين
جواها بقى حاجة جميلة قوي، ايتم، ايتم واحد بس اللي موجود، ايتم واخد اي دي اسمه اكشن اندر ستور سيتنجز. طبعا ده موجود باي ديفولت، انا ما جيتش جنبه خالص. بعد كده تايتل بتاعه سيتنجز، ده التايتل بتاعه. وبعد كده اوردر ان كاتيجوري، ده الكاتيجوري او الاوردرنج بتاع الايتم ده جوه المنيو. خلي بالك ان المنيو دي وان ايتم لحد دلوقتي، احنا لسه ما عملناش اي حاجه. ماشي، الشو از اكشن نيفر دي مش هتتعرض جوه الاكشن بار بتاعنا. طيب وريني يا باشمهندس او فهمنا الموضوع. انا بص لحد دلوقتي لسه ما كتبتش اي حاجه، انا بس عملت نيو بروجكت وعملت ران. طب تعالى ران بقى الكلام ده عشان برضو نشوف القصه بعنينا، هو ده فعلا ليه في حاجه شغاله؟ يعني هل المنيو دي فعلا شغاله من غير ما نكتب اي كود؟ اه فعلا هتلاقيها شغاله حالا. احنا شغلنا اهو الايميليتور بتاعنا، نعمل راننج. قلنا الابلكيشن بتاعنا اسمه منيوز، اوكي هنقول له اوكي. ماشي اوكي. طيب على الايميليتور ده علشان اشغل الهارد كيل تحت ده، فانا هدوس على F2 اوكي عشان اشغل من الايميليتور الهارد كيل اللي تحت دوت مع الاندرويد ستوديو، فبدوس على F2. بص انا هدوس على F2، اه شايف كلمة سيتنجز اللي تحت دي؟ سيتنجز شايفها؟ الله، ده فعلا ده انا دوست على الاوبشن منيو ده فيه سيتنجز اهي. تمام، الله، هو ده الاوبشنز منيو كده خلصان. اه خلصان. طب تعالى كده ناكد المعلومه دي. تعالى ناخد ايتم ده كده كوبي كنترول سي، وتعالى نحطه هنا بيست بيست، وتعالى هنا ندي اي دي لاكشن. احنا قلنا عندنا سيتنجز ده باي ديفولت، خلينا نقول كمان في عندنا سيرش اي دي تاني اسمه اكشن سيرش، وهنخليه تعالى نديله سترينج احنا على طول بقى نغيرها من السترينج. تعالى نقول له هنا ده هيبقى السترينج بتاعه سيرش. والكاتيجوري تعالى بقى نظبط الكاتيجوري، هنخلي ده 0، نخلي ده 1، وهنخلي ده 2. طيب هنيجي هنا برضو هنسمي دوت بدل اكشنز اندر سكور سيتنجز هنسمي دوت مثلا لوكيشن. لوكيشن انا كده عندي منيو هيبقى فيها سيتنجز وسيرش ولوكيشن، و هنخلي التكست على طول يقرا من كونستنت سترينج هنكتبه اسمه لوكيشن. لوكيشن اوكي عظيم، خلي دي ال سمول اوكي. طيب وتمام كده كاتيجوري 0 1 2. طيب تعالى احنا كده هنعمل، مش هعمل حاجه تانية غير كده. في عندي كده 3 ايتمز، انت عايز تقول يا باشمهندس ان احنا لو رحنا شغلنا المنيو الاوبشن منيو هنلاقي فيه 3 منيو ايتمز جواهم؟ اه هيبقوا سيتنجز وسيرش ولوكيشن. تعالى نتفرج كده، تعالى نعمل ران تاني ونشوف هل الراجل ده بيتكلم صح ولا ايه. اوكي، هو احنا اوكي تمام ادي اهو كده. هدوس F2، هندوس F2. بص اه ده فعلا في 3 هم سيتنجز وسيرش ولوكيشن. شايف الموضوع بسيط ازاي؟ انت كده عملت اوبشن منيو، اوبشن منيو. طيب تعالى كده نشتغل على الثلاثة ايتمز دول بقى في الكلاس بتاعنا. ايه بقى هنعمل ايه هنا؟ احنا في عندنا اون كرييت اوبشنز منيو، فهمنا الفانكشن دي اوفررايد باوفررايد ميثود اسمها اون كرييت اوبشنز منيو، دي اللي انا بعمل لها انفليت للمنيو اكس ام ال فايل بتاعي اللي هو هنا منيو اندر سكور مين اللي انا حطيت جواه الثلاثه ايتمز او الثلاثه منيو ايتمز. طيب عايز اهاندل بقى اما تاتش كل واحد فيهم يعمل اكشن بعينه. طيب عظيم، في ميثود ثانيه هي مكتوبه برضو جاهزه اللي هي اون اوبشنز ايتم سيلكتد، اون اوبشنز ايتم سيلكتد. طب الميثود دي بقى بتعمل ايه؟ الميثود دي اللي انت بتهندل من خلالها الاكشنز اللي يحصل على المنيو ايتمز. بمعنى انا دلوقتي اهو طبعا الميثود دي بتاخد ايبو بارامتر نوع منيو ايتم. طيب هنا الراجل كاتب، انا برضو ما كتبتش حاجه اهو، هو كل ده مع الاندرويد ستوديو، عامل انتجر اي دي ايكوال ايتم اللي هو الايبو بارامتر ده دوت جيت ايتم اي دي، وعامل ايف لو هو كذا يعمل كذا ريتيرن ترو، بس ما بيعملش اي حاجه. طيب تمام، طب تعالى نمسح الكلام ده يا باشمهندس بقى وبالراحه كده كأننا لسه لأول مرة هنشتغل على الكلام ده. هنعمل إيه بقى؟ والله إحنا ممكن نعمل حاجة ظريفة خالص. أنت أنا بقول لك إن الميثود دي كده أي أيتم اليوزر بيختاره بيسمع فين؟ بيسمع في الإنبو بارامتر ده. هو ده اللي هيشتغل. طب أنا عايز أعرف من الإنبو بارامتر ده
انهي ايتم جوه المينيو حصل له تاتش او حصل له سيلكشن. طيب تعال نشتغل كده على طول على، تعال نعمل سويتش كيس بقى، سويتش، نعمل سويتشنج، سويتش على مين بقى؟ على الايتم ده، ايتم دوت جيت اي دي، دوت جيت ايتم اي دي، ده كده يجيب لك الاي دي اللي حصل عليه تاتش فعلا، حصل عليه سيلكشن. هنقول له ايه بقى؟ هنقول له كيس ان هو مين ار دوت اي دي دوت، كان عندنا بقى اسمه ايه، اكشن، صح كده، كان اكشن اندر سكور سيتنجز، اكشن اندر سكور سيتنجز، صح كنا مسمينه كده، اكشن اندر سكور سيرش سيتنجز اهو، تمام. لو هو الكيس ديت يبقى انا هعمل ايه؟ هطلع توست، توست دوت ميك تكست، بيقول يا عم زيس، بيقول لك هلو سيتنجز، سيتنجز اوكي، و توست لينس لونج ودوت شو دوت كده. لو الراجل حط عمل سيلكشن على سيتنجز هيطلع له التوست ده. طيب جميل، تعالى ناخد بقى ده كده كوبي، وتعالى نعمل الكيسز الثانيه. في عندي كيس تاني ايه؟ عندي كمان يا باشمهندس انت كنت عامل سيرش، سيرش ايتم، ايوه اهو تمام، وكنت عامل لوكيشن، كنت عامل لوكيشن، هيطلع لنا نفس الرساله بس مع اختلاف السترنج. هنا بيقول هلو سيرش، وهنا هلو لوكيشن، لوكيشن اوكي. طيب الموضوع بسيط يا باشمهندس خالص، اوكي. طب تعالى كده نرن، تعالى نرن الكلام دوت، تعالى نروح نقول له رن ونجرب شغلنا، هل الدنيا فعلا شغاله مظبوط والتوسس دي هتطلع بمنتهى البساطه يا باشمهندس زي ما انت قلت. تمام اوكي، هنقول اوكي تمام. الميليتر اهو بيقوم بيعمل دوشه جامده قوي، تمام. طيب ادي الابلكيشن بتاعنا هلو وورلد، هندوس على اف 2 اكني دوست على الاوبشن منيو كي بالظبط، اف 2 اهو. عندي سيتنج سيرش لوكيشن، هندوس على سيرش، هلو سيرش، فعلا ده الموضوع شغال يا باشمهندس، ده طلع موضوع الاوبشنز منيو ده ظريف جدا. هلو سيتنجز اوكي، لو دوسنا على اللوكيشن هيدينا هلو لوكيشن اوكي. طيب خلينا كده، انا عايز اتاكد من حاجه كده، تمام. جرب تاني اف 2 سيتنجز، هلو سيتنجز، طبعا في كارثه، كارثه احنا عاملينها. بص ثلاثه بيطلعوا، انا برضو قلت انا مستغرب انا دوست على حاجه غلط. طيب في طبعا كارثه مع السويتش كيس، ما تطلعش طبعا من حد لسه بيتعلم يعني، صح كده، اللي هو ايه بقى؟ سامع الناس كلها طبعا عماله تزعق تقول لك يا باشمهندس انت نسيت بريك، انت اصلا باشمهندس مش نافع، عندكم حق طبعا، احنا هنا في بريك، لان اللي حصل حضرتك شفته ده ان السويتش كيس اشتغلت بالكامل، الكلام ده قلناه برضو الكورس اللي فات اوكي. تعال نران تاني، طبعا الحاجات دي جميله قوي ان هي بتدينا خبره واحنا شغالين، يعني احنا شغالين اهو عمالين نشوف ده في غلطه، طب نرجع نحلها ازاي، ايه اللي بيحصل، لازم نكون فاهمين. لو انت فاهم فعلا صح هتعرف ليه يعني. انا خدت بالي وانا شغال ان الثلاثه مسج بيطلعوا، قلت الله ده في حاجه غلط. طب تعالى كده، فبصيت لقيت ان في سويتش كيس ما فيهاش بريك، تعالى نجرب دلوقتي اف 2، تعالى نختار سيتنجز بس، هلو سيتنج، وما يطلعش حاجه ثانيه، كده احنا شغالين مظبوط. اف 2 تاني، دوسنا على لوكيشن، هلو لوكيشن اوكي. موضوع سهل وبسيط، موضوع الاوبشنز، الاوبشن منيو.